اوه لسه فاضل كتير يا جعران. الصبر الصبر يا خواتي، وجربنا. هو لسه فيه تاني؟ لما نوصل لاخر الطريق هنلاقي الركايب مستنيانا، هي اللي هتوصلنا لنجع الجبل. I'm not feel safe Mr. Fuel. Don't worry. This dumb cannot do anything to us. Because he knows very well what we can do. Then don't give them the money before coming back safely. Oh, we have to reach him first. Right? كل الطريق وك 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 وك. ما تبطل راقني باقي، خلينا نفهموا بتقولوا ايه. العربية ممكن تمشي هنا جعران، ما تفكرش الطريق كله كده، قدام شوية في جدباب وجبال، ما ينفعش يمشي فيها إلا البهايم. I'm afraid Mr. Finn, we don't have enough weapons for our protection. If they want to do any bad thing, they will do it now, here, in the middle of the way. We leave the money in the car. Shit, we can't ask for any help. There is no signal here. I decide to continue this way. بطلوا رطب الفرنجي ده وركبوا ركايب، خلينا نوصل بسرعة. زمان كبارات النجع في انتظارنا. اسمعوني يا كبار نجع الجبل، كلكم عارفين اني اقل منكم، لكن عارفين كمان اني اتغربت عن نجع الجبل سنين طويله في مصر. بطرت، وقول لنا عايز تقول ايه من حياتك المواسره دي؟ انا قصدي اقول لكم ان الكنز اللي لقيناه لو الحكومه عرفت هيقولوا علينا تجار اسرار ويحاكمونا ويدخلونا السجن كمان. مين اللي يقدر يحاكمنا في ارضنا؟ قصر الكلام، الفلوس اللي احنا عايزينها من الخواجة عايزين نعمر بها بيوتنا، نبيعه بالهداوة في السر علشان ما نقلبش الدنيا علينا. هيك في الخاشبك هتعلم كبارات البلد يتصرفوا كيف؟ ماضي صح، بس هو ما عارفش يتكلم، وعايز يقول اننا لازم نبقى يد واحدة قدام الخواجة يبان ان احنا متفاهمين عشان يشتري وهو مطمن. صح والله يا كبير النجع، ربنا يحميك. لما هو كبير البلد ابقنا ايه؟ ايه؟ تخوات يا ريس بن ده. وطي راسك مش تكريمك. ما تخافش ما تخافش يا خواجه، دول تلاقيهم شافونا بيرحبوا بينا. تقصد ما فيش خطر هنا يا جوهر؟ لا لا ما فيش خطر ولا حاجه، الجبل كله ملكنا. على فكره انا لو حصل لي اي حاجه انت واهلك في اسوان في ايدينا. عيب يا خواجه، انت امانه في رقبتي، وده واكل عيشنا ورزقنا، وليك عليا اوصلك مطرح ما جبتك بامان. انقتل وانا في حمايتك يا حسان. الكبير ملوش ذنب في قتلك يا ماضي. ذنب في رقبتك يا حسان، دم في رقبتك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وضن قتل كبير، من دا
داري غدر بيه وصيله وده مننا. واش منكم يا ناجي؟ منكم كيف يعني؟ كلنا عارفين انه مقطوع، هو واهله وناسه فاتوا النجا من سنين. السماضي رجع للنجا في حمايتي، يعني بقى واحد مننا يا بن داري. لا هو بالعافيه اياه، لا من عرقك ولا من نسبك، ده واد هامل ماليش اي عازه ولا عزوه. انا عزوت في دياب وانت وقعت في الغلط يا بن داري ونقدت العهد اللي بينا. روح دور على اهله وناسه وطفشانين وقول لهم ليكم طار عند البنداري ويفرجوني هياخدوا طارهم كيف. حطوا الكلام دلوقت نتفاهموا فيه بعدين. الخواجه وصل، بس لازم تعرفوا اهل نجع الجبل ان ماضي دخل النجع في حمايتي وبكلمه امان مني، يعني بقى من عيلتي وبقى في حمايتي، واهله وناسه سابوا البلد وما عليهمش دم الحد فينا، عشان كده طار ماضي في رقبتي وفي رقبة عيلة حسان الحويطي، واحنا نعرفوا كيف ناخد طارنا. ناجي ادفنوا في المدافن بتاعت عيلتي. يلا يا رجالة يدكم معاي. الله يلا رجالة. رحم الله. او ماي جاد قتيل. قلت لك مستر فريمان الناس دي مالهاش هناك. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. مرحب بيك يا جهران ومرحب بكل الضيوف. مرحب بيك يا مغاوري. لا 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 جهران، انا مش عاوز اشتري حاجه. استهدى بالله بس يا خواجه، تعال نقعد بس تعال. لا 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 ما ينفعش. روح بس روح. انا لازم امشي من هنا حالا. يعني ايه تمشي؟ ها ما شايفين. استهدى بالله بس يا رئيس دياب، الراجل اول ما وصل لقى قتيل. خليه يقعد، الا تعتب بالله العظيم اخليه يحصله ولا بلاش. الحسان يقول عليه من عيلته. مش وقت حساب يا بن داري. البضاعه قدامك يا خواجه، قدر قيمتها قدام كمارات النجم. ومين اللي حيفصل معاه؟ انت يا حسان؟ انا ماليش كلام معاك الا ما اخد حق ماضي، وطار ماضي حاخده يا بن داري، بس بعد ما تتم البيعه. فكرنا مختومين على قفانا يا جعران. الحان يا جعران. اصبر بس يا خواجه، الا لقي لك حد يحمينا ويحميني معاك واعد يدك. خش عنا يا رئيس حسان، عايزك تحميني من معلم بن داري وناسه. صبري نفد يا جعران، عايز اتطور. الخواجه لو جرى له حاجه قرايبي كلهم هيروحوا في الرجلين، وانا وسط خير وانتم قصدتوني علشان ابع لكم الكنز. نزل سلاحك يا بن داري، الخواجه ضفنا. ايه في حماك دي كمان ولا ايه؟ ما دام الخواجه دخل النجع يبقى ضفنا وفي حمانا كلنا. ده جاي يستخفلنا ويشتري بتراب الفلوس. بين البيع والشراء يفتح الله، والمعروف ولا معروف ولا متلوف. ما دام جو الحد هنا وشافوا الكنز بتاعنا يبقوا عرفوا سرنا، يا يشتروا بالسعر اللي احنا نقولوا عليه يا يتقتلوا. دي اثارات مالهاش قيمه، احنا بنشتري تاريخ مش فخار قديم. انا ما فهمش انت تقصد ايه. انا فاهمك يا رئيس ديان، الراجل ده عالم اثار بيعرف التاريخ من الرسومات المكتوبه على الورقه والكتوبه اللي على التماثيل. فهمهم يا جهران، فهمهم ان الاثار دي بتاعت شخصيه مجهوله، ورغم كده انا هدفع كل اللي معايا. جو هات الفلوس من العربيه. روح معايا دياب. ماشي يا كبير. احنا هنقسموا الكنز على العائلات الثلاثه، وكل عيله حره في نصيبها، تبيعه تخليه هي حره فيه. وماله نقسم الكنز، كل واحد ياخد حته بالدور. وانا خدت ايه؟ بقول لك ايه يا سناري. ايوه انا شايف ان الخواجه عامل حساب كبير قوي المعلم بن داري وخايف منه. يبقى العجل الزين يقول ايه يا اخوي؟ نصيبك على نصيبي ونحطه على نصيب بن داري ونخليها شروه واحده. صح، وبالطريقه دي اذا الخواجه حب يظلمنا
مش هيقدر يظلم بنداري ونبقى احنا الرابحين. طيب افرض بنداري طمع في حقنا. لا، بنداري ده مننا وعلينا ونقدر نتفاهم معاه. عايزك تروح تقول له ان انا شاري خاطره وححط يدي في يده ويمكن نبقى كده طول العمر. عفارم عليك يا ريس عبادي عفارم. ايوه كده، خلي حسان يطق شرار. اسمع يا خواجه، خليها شروه واحده، نصيبي انا واخوي عبادي حطه على نصيب الريس بنداري، وكلنا خوات وعيله واحده ومصلحتنا واحده ومفيش اي فرق بيننا. براوة عليكم براوة، اهو ده التفكير الزين. كل الفلوس اللي معايا في الشنطه دي، مفيش فلوس تاني. فتشت العربيه زين؟ فتشتها زين، ما فيهاش غير شنطه الفلوس دي. انا هقسم بينكم الانصبه انتم الثلاثه. عنك انت يا خوي، الفلوس اللي في الشنطة دي نصيبي ونصيب المعلم عبادي واخوك سنداري. نصيبك انت والمعلم عبادي واخوك سنداري، وفين نصيب المعلم حسان؟ انا ماليش صالح، الفلوس في الشنطة دي حق نصيبي، نصيبي قدامه اهو، عايز يبيعهولك يبيعهولك وحر. يلا يا دياب، يلا عبادي. اتفضل يا كبير. يلا يا سنداري. اتفضل يا معلم عبادي. معلم حسان، انا معيش فلوس خالص تاني. وانا ما بيعيش بلاش، البضاعه قدامك واديك عينتها، عايزها ادفع ثمنها. انت مش شايف انه خد الفلوس بالقوه؟ قول الحمد لله ان خلصت من شره. لكن المعلم حسان عمره ما كان غدار ولا طماع. جهران، هتنقل البضاعه دي كيف؟ الحاجات الصغيره هناخدها نلمها كلها واحنا ماشيين، والحاجات التقيله هيجي رجالة الخواجة يشيعوها. وأنا بضاعتي متقيلة، لما يجوا ياخدوها يدفعوا كد تمنها مرتين. معلم حسان، أنت ذكي جدا، عارف ليه؟ عشان عارف إن بضاعتي غالية مش رخيصة، وعارف قيمتها. عايز تعرف ليه؟ الورقات دي قد تمن البضاعة كلها. هتتبايع من الصبح في فطير المقايم يا عميش. ها؟ زمان الباشمهندس مناع جاي في الطريق، وان شاء الله لو جه وما لقيتش وكلت البهايم هياكلك انت. صدق اللي سماك حصاوي، بقى حمار الباشمهندس مناع هيعرف منين ان المقاش دي ما كلتش. هتشتكي له اياك يعني؟ امال ايه طبعا، امال هو سموه باشمهندس ازاي؟ طب قالك انت؟ انا لقيت في يوم من الايام وما كنتش فاطر فيه. اول ما يجي يبص في وشي على طول يقول لي انت ما فطرتش النهارده يا حصاوي. صح، اقول له صح يا باشمهندس، عشان تعرف ان هو عارف كل حاجه. نقول لي يا حصاوي، امسك امسك. نقول لي يا حصاوي، بحكم يعني ما انت معرفه قديمه بالباشمهندس مناع من ايام ما كان في الجامعه وكنت بتخدمه في الشقه، الباشمهندس مناع يعني؟ لا، انا ما اقدرش اقول لك على اسرار سيد مناع ابدا، ده كان يقتلني ويدفني تحت رجلين البهايم. اصل يعني كنت عاوز اعرف هو من اي مركز في محافظه سوهاج. اصل بيني وبينك يعني ما شفتلوش لا اب ولا اخ ولا اي حد من قرايبه بيزوره. بص يا سيدي اللي منتي، هو في الاول كان ساكن في مركز سوق البليونير، ولما ربنا كرمه دخل الكليه وراح كليه الجامعه الزراعه، وهو من يومها هو قاعد هنا في سوهاج. وعلى فكره هو والد عز من يومه ومن عيله كبيره قوي. عز ايه اللي يخليه يشتري مزرعه مواشي ب 10 مليون جنيه؟ لو كنت سألت لبنفسك يا سيادة المقدم، انت حكيت لك على كل حاجة بصراحة، وهتلاقي كلامي مظبوط زي الورق اللي عندكم. يا سيدي مناع بيه، الحمد لله على السلامة. يا سيدي مناع ده رادع ماشي التباع بتاع مصنع العلف. يا سيادة المقدم أحمد سعيد رئيس المباحث يا ابن المحروقة. أقول لك يا بيه، ما تتفضل معايا على مكتبي أرسيك على كل حاجة بالورقة والقلم. فا
تقنع بيها. مين قهوه مظبوط بسرعه يا ولد؟ احنا مش بنشك فيك لا سمح الله يا ملعبيه، احنا بس بنعمل تحرياتنا عن الشخصيات المهمه اللي ظهرت فجاه في محافظه سوهاج. انا عايش في سوهاج من ايام كنت طالب في الاعداديه في الداليا، ونقلت هنا من ايام الجامعه وكملت حياتي في سوهاج، يعني ما ظهرتش فجاه. بس لما تشتري مزرعه الحاج عبد الكريم وتدفع له 10 مليون جنيه كاش تبقى ظهرت فجاه. سيادتك تعرف طبعا اني خريج كليه الزراعه شعبه انتاج حيواني، ولما خلصت الجامعه وما لقيتش عندي مشكله في الفلوس قلت اشتغل بحر مالي. لا طبعا انت حر يا مناع بيه، بس من حقنا نعرف مصدر الفلوس دي منين عشان نكون في البحث ويبقى ملفك عند الحكومه مستوفى وسليم. اظن برضك ان سيادتك تعرف من شهاده ميلادي يعني اني مولود في قنا. كان حقك تسال الاول أنا ليه عشت موحود في سوهاج الفترة دي كلها؟ يا ريت تقول لي يا باشمهندس. أنا اتولدت يتيم. الطار كنس عيلتي كلها. ما خلاش فيها ولا نفر إلا خالي. الله يرحمك يا خالي. هو قال لي إن إحنا كنا أغنياء. وإن هو استلم ورثي وخلاه أمانة عنده. لحد ما أكبر وأعتمد على نفسي. ولما حس إن الأجل قرب جابني. وأعطاني فلوسي، وأيامها كنت لسه في ثانوي حطيتهم وديعة في البنك، ولما تخرجت فكيت الوديعة واشتريت المزرعة. كل الأوراق دي شفناها ودرسناها. أمال إيه الحكاية؟ فيه غلط عندي. حاجة بسيطة في شجرة العيلة بتاعتك. أنا سبق وقلت لك أهل وناسي مالهمش ذكر عندكم، لأنهم لا كانوا بيعملوا بطايق ولا شهادات ميلاد قبل ما تولد. لما بحثنا على الكمبيوتر عن خالك الدكتور توفيق ما لقيناش لي أخت اسمها وجيدة، لكن هو فعلا كان دكتور وبيشتغل في مستشفى عام بقنا. الله يرحمه ويحسن إليه. هو اعترف لي بالسر ده قبل ما يموت، قال إنه مش أخ أمي وانه كان صاحب ابوي. لما حرب الطار ولعت في البلد ابوي خاف على مرته الحامل وداها تعيش مع صاحبه الدكتور ومرته، لكن الطار ما بيرحمش. حتى انا اتولدت في رقبتي دم، ولما خافوا عليا دون السهاج الدارة وسط عيلة الحاج عبد موجود. لكنه لقيت اللي ينكش عليا ويعرف أصلي وفصلي. الخوف لانقتل على قد ناس معرفهمش. ما تخافش يا باشمهندس، انت راجل نظيف وكل اوراقك سليمه وتقدر تشتغل براحتك، وريت كمان تعمل لنا مشاريع كبيره تفيد بيها البلد. انا متشكر يا باشا لحسن ظنك فيا، ويا ريت المعلومات دي ما تطلعش بره الاداره. سيادتك عارف انا عشت طول عمري مطرود بسبب التخلف والطار بدون اي ذنب، وجاي زمود برضك بدون اي ذنب. من هنا وجاي الناس مش هتعرف غير الباشمهندس مناع حسان صاحب اكبر مزرعه مواشي فيك يا سوهاج. كتر خيرك يا باشا، كتر خيرك يا اخوي، ربنا يكرمك. يا ابوي والله اتبهدلت يا مناع. اسم الحب شافوا أسير. إيه اللي جابك هنا؟ أنت لسه ما سافرتش الناجع إلا لغاية دلوقتي، المفروض تكون هناك عشان الطلبية. أنا أعرف شغلي زي اللي منظم حياتي، ويا ريت تقوم دلوقتي. الحكومة حاطة عين عليا من ساعة ما اشتريت المزرعة. الأسعار الجديدة اللي طلبتها أزعجتنا جدا، وكان لازم أجي لك عشان أعقلك.
أوقك شايفك. ما أحبش الأسلوب ده لأني ما بتهددش وكلمتي واحدة، أو طول عمري بعمل شغلي من غير ما حد يمسك علي حاجة ولا في صغرة تقدر الحكومة تخش لي منها. بلاش تكون أنت الصغرة دي وتضطرنا سدها. صغرة؟ قصدك إيه؟ عايز تخلص مني؟ أنا في الشغل ما أعرفش أبوه. قوم فز دلوقت وياريت تعمل نفسك بتشبه علي ولا حاجة، وما تعملهاش تاني يا بنيامين. والله كبرت يا مناع وتعلمت تهدد. الظاهر أنت اللي كبرت وخرفت وجاك زهرمر ونسيت من هو مناح حسان الحويطي، إلا وفي أي مخلوق مس أمنه وسلامته بينمح من على وش الأرض. أوكي، أنا هستلم منك البضاعة في نفس المكان والزمان، وحيكون لينا حساب بعدين. أحلى ورق عنب يا مناع بيه. هو مين ده؟ ده واحد كان بيشبع علي. ما تشغلش بالك انت يا جابر، رجبه اللي جاب ابوك سددت نفسي. هبطوا النور يا جاموس ابيض، هتعرونا. احب اعرفك يا مناع دلوقتي ان التهديد اللي انت بتهدده انت مش قده. يبقى ما تعرفش مين هو مناح حسان. الجبل كله متحاوط برجالتي، وبإشارة واحدة من يدي الرصاص حينزل فوق راسكم زي المطرة. نصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش لانه واقف عليا بالخسارة. خسارة ايه يا والد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف ببيع الطن بكام لمعلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من ورايا. لا، انا اللي ممكن الغيك لان انا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني اجدع منك وبيسمع الكلام، مش كده يا دياب؟ تحت امرك يا خواجه، ومن دلوقتي اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وانا سلمك الفلوس، وانت وزعها بقى براحتك، ان شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد اهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لابوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الاول. اسكت انت ولد اخوي. خلاص كفايه، بلاش تشمتوا فينا الاغراب. لما نعاود عن نجع نبغى نتحاسب، وعيلتك كلها تدفع ثمن الخيانه يا دياب. يلا يا عمي امر رجالتك يعاودوا عن نجع. جهزوا نفسكم يا رجال نعاود عن نجع. معلش يا صاحبي ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين، الخواجه ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس وبقى عدها بنفسك. سلام يا بندرية. يلا رجالة، يلا رجالة. برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجة ما اقدرش، دي وعرة قوي، ده البلد تتقلب مجزرة. حط الشوال هنا عرعر. اوعى يا سعدور، ده شوال عينه يا خواجه، لاجل ما تعاين البضاعه وتفحصها بنفسك. شم وتسلطن احلى حشيشه. ما انا عارفها، ما انا اللي علمت حسان ومناع يعملوها بالشكل ده، وهعلمكم انتوا الاثنين، انتوا بقيتوا رجالتي. لا انا عارف كل حاجه، مش محتاج علم منك. ما تخربطش في الكلام مع الراجل اللي عاوز يكبرنا. تعجبني يا دياب، عايزك تقول للرجاله بقى يحملوا البضاعه في العربيه. عرعر حط الشوال ده في عربيه الخواجه، وانت يا سعدون قول للرجاله يجيبوا البضاعه من هناك. يلا. لا فيش حاجه هتتنقل غير لما استلم الفلوس واعدها بنفسي. كون في علمك يا خواجه كل الرجاله اللي تشوفهم دول في طوع انا مش في طوع عمي. بسيطه يا جاكوب، هات له شوال يعد فيه الفلوس.
يلا يا رجالة البندرية اركنوا سلاحكم وفي ظرف 10 دقايق اتحملوا العربيات بالبضاعة يلا نروح نحمل الفلوس. هم يا رجالة معلش يا خواجة تزعلش من همام والد أخوي لسه صغير برضك. يلا يا رجالة همّوا المجموعة دي تطلع من يمين الجبل هناك. المجموعة دي مع عم ناجي هتطلعوا من فوق وتلاقوني عند فتحة الجبل من الناحية الثانية. مجموعة الجمال عالتبة فوق يلا يا رجالة والباقي يجوا ورايا. يلا يا واد هم شوية هم يلا تلحلح يا بو اربط الشنجين. هذا يا سلامة الشوف يا خواج سلامة مناخيرك يا اخويا دي حنة معجونة انتوا عندكم عروسة ولا ايه؟ حنة؟ حنتين يا عزيزي دي حنا صح يا رجالة اكشف على باب الباب ارمي سلاحك اوعد ارمي سلاحك ارمي سلاحك اوعى حد يقرب من سلاح وانت نادي على ابن اخوك يجيب الفلوس تاني. اصبر يا خواجه انا محروق اكتر منك وانت حسان اضحك علينا ادينا سلاح واحنا نحصلهم ونخلصوا عليهم قول ابن اخوك ارجع تاني لا طايرنا فوقك. طيب طيب هات الفلوس يا همام هات الفلوس ايه مالك يا خواجه زلالك ايه خد فلوسكم ايه ما عايزينهاش. ارمي سلاحك واعمل زيهم الا شويه جرابيع زيكم عايزين يضحكوا عليا. ارمي سلاحك بقول ارمي سلاحك يا همام لا يقتلني. تكون في عينك يا خواجه احنا عيله كبيره وممكن نجيبك لو كنت في كل التعبان. جاكم علموا الادب جدع ده يعلمني الادب كيف وسع عملنا ولا نقتل. خلاص يا همام خلاص عايزين مننا يا خواجه ما فلوسكم خدتوها. انتوا كلكم اغبياء وانت خيبت ظني فيك يا دياب ده طمع مناع ارحم من الغباء بتاعتكم وعشان كده لازم تموتوا كلكم. واول واحد بسرعة شوفوا انقتل ولا لا؟ الخواجه مني هرب وما خدش فرحه يا مناع. لو كان هرب تبقى مصيبه ده خطر علينا كلنا لازم اقطع عليه الطريق باليمه الثانيه وخالص عليه. عم ناجي طهر المكان وقول الناس اللي اتصابت عن ناجي وما تخافش علينا. حاضر يا مناع يا ولدي ما تخافش اطمن خلي بالك من نفسك انت. مناع خذني معاك يا مناع. اطلع ورايا يلا بسرعه.
جاكوب 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 ألف خسارة جاكوب. كده تخدعني يا مناع، هتدفع ثمن غالي يا مناع. يلا رجالة شوفوا مين اللي وقع مننا ومين اللي اتصاب، وشوفوا همكم دياب. يا دياب الحقني يا ناجي، يا دياب الحقني يا ناجي، دياب الحقني يا اخوي دياب. سلامتك أموت. سلامتك يا دياب اموت يا ناجي. سلامتك اخوي، اطمن انت بخير. الطلقه بسيطه جت في كتفك. همام همام ولد اخوي يا ناجي، اتقتل ولا لسه حي؟ لا اطمن همام بخير. راح مع مناع ولد اخوي ورا الخواجه بيطردوه، وبإذن واحد أحد مش هيعاودوا إلا لما يكونوا جابوا أجل. اسرع بقى شوية، خلينا نوصل أصفار. مش هسيبك ترجع النجع منع أبدا. إيه سرع سرع مات. ادعوا على رجاله ربنا يسلم وينصر رجالتنا. قولوا يا رب يا رب، قولوا يا رب يا رب يا رب. نشكر رجل الأعمال البشمهندس مناع حسان على مساهمته وحبه لهذا البلد، وأرحب بالخبير العالمي بروفيسور فاي هايزر الذي انتدبته المنظمة للإشراف على المشروع من أجل بيئة نظيفة. Thank you. I'm here to thank you all in the name of our important organization, of which you see the extent of its activities all over Egypt, for more welfare for Egyptians and a clear environment for humanity. And to thank you all and promise you success. إني هنا لأشكركم جميعاً بالنيابة عن منظمتنا الكبيرة التي ترون امتداد نشاطها في كل ربوع مصر من أجل خير عميم للمصريين وبيئة نظيفة للإنسانية كلها. أشكركم وأعدكم بالنجاح. شكراً.
شكرا على تعاونك مستر مناع. شكرا شكرا يا ابو رفص غير فان هايزا. الخوف من المسؤوليه دليل على تقدير حجم المسؤوليه، وده اول خطوه من خطوات النجاح مناع بيه. والله يا باشا موضوع ثقه الناس دي واصواتهم امانه، بتهيألي انا مش كده. وبعدين يعني انا ملياش في موضوع الظهور والاعلام دي. شوف يا هاني من بيت جوزك بيقول ايه، عايز يخيب ظننا فيه وينسحب من اولها. ليه كده يا مناع؟ ده انت كان شكلك حلو قوي. ها قولي له عشان ما كانش مصدقني. هي الحكايه بالشكل. طب نتكلم في الموضوع ده بعدين، وانا متاكد انك هتلاقي الموضوع بسيط. استاذن انا عشان عندي مشوار. سلام يا باشا، مع السلامة. باشمهندس مناع، لازم الهانمة الجميلة دي مراتك. انا بروفيسور جاكوب فاي هايزر، خبير عالمي في البيئة والزراعة، والدراسات بتاعتي والابحاث بتاعتي بتدرس في كل جامعات العالم. اهلا وسهلا. اهلا يا خواجه فرهنزر، مالك؟ واضح انك اتعرضت لحادث مؤلم. للاسف وقعت من على ظهر حصان شاي قوي، سبب لي فكسور كتيره وسنوات طويله من الالم. غلطان، كان لازم تاخد بالك برضك، ما هو مش اي حصان ممكن يتركب. بس الحصان لما يبقى اصيل مش لازم الواحد يستعجل في ضربه بالرصاص، لازم نتروى في ترويضه. بس لو استمر في العناد بتاعه ملوش غير ان هو يترمي للاسود ياكلوه حي، لانه مش عارف مصلحته فين. بروفيسور العربيه في انتظار حضرتك. بعد اذنك يا هانم. بعد اذنك يا باشمهندس. بعد اذنك. اتفضل. ظريف البروفيسور ده وبيتكلم عربي كويس قوي. مناع يعني شكله عايش في مصر من زمان، بس مش نظراته غريبة شوية ليك؟ كأنه يعرفك. وانت بتديله يدك يبوسها كده عادي؟ فاكر نفسك في جوهانسبورغ اياك. اتفضل يلا قبل ما ناكل لقمة مع العيال. اتفضل يا خواجة. ميرسي. بروفيسور جرب وصل، هو معاده الساعة 5 بالظبط. قول لي مين اللي اختار الشقة دي للبروفيسور؟ دي شقة بتاعت الجماعة، بيستقبلوا فيها كبار الضيوف، وأنا هنا السفرجي الخصوصي بتاع الشقة دي، ونواج بيه هرحب بأي ضيف يقعد في الشقة دي لغاية ما يمشي. أنت نوبي يا فلان. أيوة نوبي ومن كلبشة. لكن الغريب أن حضرتك بتتكلم مصري زينا يعني. وأتكلم نوبي كمان. مسكاجينا. الناريو. مسكاجلا كمان. والله حاجة غريبة خالص. لا أنا عايش في أسوان بقالي 20 سنة، وأعرف كل شيء عن نوبة ونوبيين. وتعرف البروفيسور فاي هايزر منين؟ بروفيسور صديق قديم، هو كمان بيحب مصر ويعرف مصر كويس. طب ان اذنك بقول له سيادته شرف. تيكر تايم. الحمد لله بالسلامه يا بروف. سربرايز مش كده؟ صديق منقذي مستر فريمان. لا لا، انقاذ حياه البروفيسور واجب علينا كلنا، انت قيمتك كبيره قوي للانسانيه كلها. وانت فريمان اسمك بقى كبير قوي. نو نو نو، انا بلعب في الماضي لكن انت المستقبل. الزراعة يعني أكل وحياة شعوب، والحقيقة بتقول إذا ملكت طعام الناس حكمت وتحكمت. أوه، إيه الكلام الحلو ده اللي وحشني؟ لما شافني وشه صفار وحمار واخضر ما بقاش مصدق عينيه. أكيد في خطة كبيرة للانتقام. الانتقام سلاح نستخدمه مش هدف نوصله. الأسباب اللي تخلي المنظمة تبعتك هنا في سوهاج بدل أسوان أكيد أسباب كتير، وأعتقد إن وجود مناع هنا له علاقة. فريمان، أنا مش عارف كل حاجة. أنا وإنت وغيرنا في المنظمة لازم ننفذ خطوات. لن أقدم خطوة ولن أخر خطوة. أنا الخطوة بتاعتي بقى هنا في سوهاج إني أعمل علاقات مع الناس، أكسب ثقتهم بأي طريقة ممكنة. بس أكيد جواك رغبة للانتقام اللي قتلك وقتل جاكوب ورجالته. جاكوب، خسارة جاكوب. أنا أصريت يحطوا اسمه في اسم جديد، جاكوب فاي هايزر. يبقى أكيد في إصرار أكبر على قتل مناع. شور، ده كان سهل قوي بالنسبة لي وأنا في روما. أقتله، مش هو لوحده،
هو وابوي اتشينوا في حبل واحد، بس الإدارة رفضت فكرة الانتقام دلوقتي. ما هو نزولك في البلد اللي فيها مناع يعني ان مناع داخل في حساباته؟ حبيبي انا راجع المرة دي ومعايا جيش كبير، وعيني مش على بلد صغيرة زي سوهاج، فهمت؟ ارجوك ما تسألنيش تاني. اوكي 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 اوكي، انا بس عايز اطمن عليك. الحمد لله على السلامة يا بني. انا قلقان يا نافع، ده بيت حسان وسرقته مش حاجة هينة، ولا ممكن هتعدي بالسهل. جمد قلبك يا كبير، واحنا هنسرقوا معزة ولا خروف؟ احنا هندور على تحويشة العمر، فلوس او ذهب، ودي حاجة ما يعرفهاش الا صاحبها، وممكن يكذبوا فيها. تحويشة العمر ده نعرفوها كيف يا فالح؟ هيكون ده تساويين في الفرن ولا تحت الارض؟ بيت الكبير في امان، والامان بيخلي صاحبه ما ياخدش اخواني ويحط فلوسه في اي مطرح. وبيت الكبير ده هندخله كيف؟ هنكسروا الباب؟ خطر، لو حد شافنا هتبقى مشكلة. لو فتحه سهل يبقى ما فيش مشكلة، بس الاحسن ندخل من السطح وما نسيبش اي اثر. الله ينور عليك، ندخله من السطح عشان يشك في اهله وناسه ودماغه ما تحدفش ناحيتنا خالص. ربنا يستر ما تقلقش انت. بس لو اتمسكنا نافع تبقى فضحتنا بجلاجل، وهنتعاهروا بها العمر كله، وساعتها مش هيكفيني فيها قتلك يا وش الفقر انت. يلا على مهلك. وين السلاح يا ريس؟ على مهلك. يبس صوتك لا يكون فايتين زرزور يحرس المطرح. قول لي هذا يا فالح، هندوره فين دلوك؟ لو انت مطرح حسان وعنديك ذهبات وفلوس هدسهم فين من غير ما حد يدرى؟ لو انا مطرح حسان وعندي فلوس وذهبات ما هدسهمش في البيت من اصله، هحطهم جوا نخله ولا ادفنهم في بطن الجبل. لكن حسان هيدسهم في الدولاب او بالكثير تحت السرير. قطه هيتعالي. راهنك من غير ما ندعبس هنا ولا هنا، شايل الفلوس في الصندوق ده. طب ما ناخدوا الصندوق هلا بيلا ونبعدوا بيه بعيد عن هنا. اجدع عمياني، مش نطمن الاول؟ يا ابو ده تجري الرصيد. لفني العتب هكسر القفل. خد يا دي هدوء. ايه ده؟ يا ملقرون. يلا يلا حبي حبي تصدر حبي. يلا 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 بسرعه. ايه الكتاب الاسود ده؟ انت انا عارف ان انا بعرف اقرا واكتب، ما انا زيك حمار. ما يمكن كاتب عدد الفلوس اللي احنا بنسرقها. طب خلاص فتوله، خليه الطمر رجل حاجه مطرح. يلا يلا خد خد من جيتك. يلا يلا
Will we leave him asleep till us one? Yeah, we'll take him home with us. It will be a bad surprise for him when he awakes there. Absolutely not. It will be a good one. Because he wants to be with us. بالك يا دياب، اي غدر منك هروح لحساني واقول له، وهتبقى مجزرة. كانك عبيط ولا ايه؟ خبر ايه يا نافع؟ ده انت اللي دسيت الفلوس بيدك تحت النخله، يعني انا اللي مأمن لك مش انت اللي مأمن لي؟ وبعدين انا لو في نيتي غدر ما كنت قتلتك وخلص. تقتل ولد عمك يا دياب يكون في علمك. مرتي وعيالي عارفين اني سهراني معاك، يعني لو ما عودتش تبقى انت اللي عملتها. يا بو يا بو يد، انت لو اتقتلت انا اللي ملزوم ناخد بطارك. يبقى نقتلك كيف يا ولد عمي؟ يلا بينا دلوقتي نطلع على منظره الكبير ونبيته على المصطبه لغايه الصبح عشان نحبكوها قدام الكل. والله حنتنغنغ يا كبير، فلوس كتير قوي تغنينا العمر كله. بطل رط في الكلام يا فجري، يا ما الموضوع يتم على خير، عشان الموضوع ده لو اتكشف هتضيع فيه رجاب كتير. عشان كده عايزك تخلص خالص، تقطع لسانك فهمني، واول ما نوصل البيت هنديك قرشين تصرف منهم عشان ما تتسرعش على الفلوس. بس بقول لك ايه، تصرف بالعقل عشان ما يقولوش جبت الفلوس دي من وين. يلا بينا قبل النهار ما يشكشك علينا. يلا يلا. يا حزن ابوي، اهدي يا خواجه، حريم قعدك دي من غير لا حياه ولا خشه. شفت بقى راحت عليك نومه في القطر جت بفايده ازاي؟ لو ايه جت بعد ما مسكت صحتي. تحب نقعد ونشرب حاجه وتتفرج براحتك؟ نقعد قوي قوي يا خواجه. واتفرج كمان. يا سلام. وانا طول. او فرصه برضو نكمل كلامنا في الجو الجميل ده. امي خواجة، أنا قلبي قلقان منك، حاسس إنك حفر لي حفرة علشان الحكومة تقبض علي وأنا معيش بطاقة. بسيطة حبيبي، نعمل لك كارنيه تبعنا تمشي بيه وأنت مطمن. كارنيه يعني إيه؟ كيف البطاقة دي؟ مظبوط، لو قبضوا عليك وشافوا الكارنيه معاك هيتصلوا بينا في المؤسسة يقولوا لنا الراجل ده تبعكم، نقول لهم تبعنا يسيبوك على طول. أحبك يا خواجة، أحبك يا خواجة. يا سلام يا سلام يا أولاد. حكمان يا خواجة، لما بنزل البندر بحس إن أنا قلبي وقع في رجلي. بس لازم تقعد هنا يوم أو تجينا يوم تاني عشان تستلم الكارنيه. يوم إيه؟ قول اتنين، تلاتة، عشرة، المهم إن أنا أخد البطاقة. بسيطة قوي، يبقى أنت كده ضيفي وطلباتك كلها مجابة. هفسحك وهبسطك، وهو بالمرة برضو هيبقى فيه شغل كبير قوي بيننا. تعرف يا خواجة، أنا أول ما شفتك قلبي ارتاح لك. وأنا كمان، شنطك سبقتك. احنا ما بنخافش من حد، وأنا إذا كنت جيت النهاردة علشان أرد على اتهام غاوري، فأنا جيت كمان عشان شهدكم كلكم على عقد البيع زي ما طلب من الخواجة السنيور. العقد قدامكم اهو. انت هتلاوع في الكلام ليه يا همام؟ عيب عيب يعني؟ قول الحق طوالي، ده انا شفت الفلوس معاكم قدامي بالرغي. ده الفلوس المسروقه مختومه بخيطكم اياها، دي فلوس الحكومه وموجوده عند كل الناس، واحنا طول عمرنا مغاوري معانا فلوس. فلوسنا حلال ونعرفها ومعلمينها كمان يا همام. احنا ما تهمناش الفلوس قد ما تهمنا الخيانه. ورقده اخوي في المستشفى دي ثمنها غالي قوي، ولو ثبت ان الفلوس اللي معاكم دي فلوسنا هيكون الثمن كبير. اكفاك غلط يا ناجي، الفلوس هتشوفها بعينيك، واللي دفعها لي قدامكم اهو الخواجه السنيور. يا جماعه الفلوس دي بتاعتي انا، اديتهم لهمام ثمن لبيت الست ام جميله،
والعقد معايا اهو، بصمة عليه الست ام جميلة وهمام ودياب وشوي. معناته ايه الكلام ده يا همام؟ معناته ان انا دفعت 1,000,000 جنيه لتمن بيت الست ام جميلة بالارض اللي حواليه. والفلوس ايه يا اخوانا؟ هاتها يا عمي، شوفها بنفسك يا سيناجي. فلوس اهي. الفلوس دي مش فلوسنا، دي فلوس نجسة، فلوسنا في عرق الناس وتراب الأرض. الحمد لله. يبقى عيب عليكم يا ناجي يا ما تتهمونا بالزور. فلوس هتطلع هتطلع، هتروح فين؟ هنقلب النجعة ونفتش بيت بيت لحد ما نطلعها، واللي هيعترض على التفتيش هيبقى هو الحرامي. كلام الرئيس ناجي تمام، اللي مش حرامي ليه يخاف؟ عشان خاطر السنيور انا هوافق، بس بشرط البيوت كلها هتتفتش، لان اكيد اللي عمل العملة دي واحد من اهل النجا، عشان مفيش بيننا اغراب. ده عداك العيبة كبير البندرية، يبقى نتفق ونحط يدنا في يد بعض، انتوا تفتشوا بيوتنا واحنا نفتش بيوتكم، والبيت اللي هنلاقي فيه 2,000,000 جنيه يبقى هو الحرامي وينقتل مهما كان هو مين. نسأل الأول مين في بيته 2,000,000 جنيه غير الست أم جميلة؟ ريح نفسك يا خواجة وما تنحشرش بيننا، محدش كان طلب شرطة، احنا كلنا هنا أهل ونعرف مين فينا الغني ومين فينا الفقران. بالعادة ده أنا بقيت من أهل الناجع، لازم يبقى ليا رأي. انت ضيف اللي جابك هنا، ولو طلعت منك عيبة هيدفع تمنها همام والبندرية كلهم حسب عرفنا اللي انت ما تعرفوش. اقبلوا اهل النجع، خواجات اغراب يدخلوا بيوتنا وحرمنا ينكشفوا عليهم. لا لا لا، اسلم في امك يا ناجي، مش عايزين اغراب تدخلوا وسطينا. يمين بالله لو غلطوا في حقنا غلطة واحدة يكون لامم اهل النجع كلهم وطربق البيوت اللي هم قاعدين فيها على دماغهم، هم واللي يدافع عنهم. أظن كلامي واضح وصريح. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. أول هام، مستحيل يكون الحرامي من عيلتنا. تاني هام، اللي يتجرأ ويسرق بيت كبير عيلة حتما ولازما يكون في حمى كبير عيلة تاني، ومحيط إن همام كان برا النجع، يبقى دياب عنده علم بالسرقة وعارف مين اللي سرق. كلامك صح وعين العقل يا واد عمي. واللي سرق لازم يخبي عملته، وخصوصا لما يكون كبير. يبقى كان لازم نافع يتجرس ويموت ليلة السرقة، وياخد سره معاه في القبر، وما يكشفش عن شريكه. كلامك صح يا ولدي، واحلف على كتاب الله ان اللي عملها دياب وعارف مين اللي سرق. يعني بعد ما سرق الفلوس جاب الحنش يقعد نافع؟ ده كلام معقول ده؟ مش معقول. ليه؟ ليه ما يكونش دياب هو اللي عملها بالعنية بعد ما خد الفلوس من نافع وطمع فيها؟ خاف أمره يتكشف ويتفضح. يا شغلانة يعني إنه يجيب حنش يقرص الراجل وهو نايم جاره. أنا مغوري، كأني كلامك حقيقة. هي دي الطريقة الوحيدة اللي محدش يشك فيها في دياب. أيوة، عشان يفضل سر الفلوس اللي اتسرقت معاه. عشان كده دياب كان محروق قوي، وقالوا إنه متكفل بمرت نافع وعياله. بس إحنا فتشنا بيت همام، وأنا بنفسي اللي فتشته مع حميد ومعاطي، لكن ما لقيناش حاجة. يبقى كلام أبوك صح، ومحدش يعرف سر الفلوس دي غير دياب، وهو اللي عارف مخفية وين. والله قلبي ارتاح لما وصلنا للحل ده.
اسمعوا رجاله، احنا ما عايزينش حد يعرف باللي في نيتنا. احنا نكملوا تفتيش البيوت من سكان ونحط دياب تحت عينينا من غير ما يضرب، وانا حنط لهم كل يوم بحجه حق مرتي في ورث ابوها وهحط عيني عليه. تسلموا يا عيله حسان، هو ده حسن التدبير. مش عارف اقول لك يا مناع، لكن قصروا، انا حاسس ان دوري مع اهلك وناسك انتهى لحد كده، واجب اعود لاهلي هم اولى بيا. يا راجل اقعد. الكلام اللي بتقوله ده حد اسلك على طرف؟ ما عادش لزوم الحديد. انا مهما عشت وسطيكم فانا غريب، لا حق لا اتجوز منكم ولا تحسب عليكم. مين قالك ده يا عمر؟ انت زي اخويا يا راجل. قول لعمك اللي شافني بطيب خاطر نسمع عدها علي عيبه، مع اني والله ما لمستها، انا بعملها كيف اختي. حق قول لي على اخلاقك يا عمر، انا عارفك ومعاشرك سنين. خلاص يا مناع، الظاهر عشرتنا اتقطعت لحد هنا والحمد لله. هطلع من عندكم لمعايا ألف ولا ألفين، هطلع بخلقات اللي علي. يا راجل كفاك حديث ماسخ، وانا لولا بعتبرك زي اخوي كنت امنت لك تروح مع نسمة تجيب خلقات لابوي. بس انا خنت الامانة يا مناع، غصب عني مش بخاطري، ما طلعتش من عيبة، لكن غصب عني قلبي مال ناحية نسمة، وحسيت اني ممكن اكمل معاها حياتي في الحلال. لكن قبل ما اخد خطوة واحدة عمك قال عني غريب. انت قلت لها انك عايزها؟ ايوه قلت لها، بس قلت لها عشان نعرف رأيها قبل ما نطلب يدها، لكن الظاهر ان الظروف كلها ضدي، سواء كان عايا ابوك كوني غريب عنكم. صعبت علي يا صاحبي، لو كنت قلت لي قبل ما تندب وتروح تلوش كنت شفت لك حل، لكن دلوقت كيف نسيبك تعيش وسطينا؟ انا عارف عشان كده اخترت الحل. وليه تختار الصعب؟ نخطبها لك. الظاهر عشان اتجوزت من برا العيلة نسيت عوايدكم في جواز الأغراض. انت ما بقيتش غريب يا عمر، انت خلاص بقيت واحد مننا. سيب الموضوع ده علي وانا هخلصه، ما تقلقش. جرية مناع، واقف تتسامر مع البش مهندس وكأنكم بتتفقوا على حاجة واعرة قوي. خلينا نتكلم بالعقل يا عمي، عمر حكالي على اللي حصل. ما تعدهاش يا مناع، وخلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. عمر طلب يد نسمة مني وانا وافقت، ده بعد اذنك طبعا يا عمي. احنا ما نرميش لحمنا برا العيلة، فضها سيرة، احنا في جلة ولا شم ورد؟ نسمة اختي وانا اعرف مصلحتها زين. اختشاد، ابوك لسه عايش وحسه في الدنيا. خلاص نروح نقول له وانا سامعك موافقته بودنك. لا يا مناع، ابوك مش حمل حديث ولا كلام بناقص. انا مع نسمة، الوقت مش مناسب. لا مناسب، ابوها تعبان صح، لكن يعرف زين مصلحة العيلة ومصلحة نسمة. ولا يهمك يا نور عيني، يا حبة قلبي من جوا، هو سواد الليل ومن الفجر هروح أكسر بيت الخواجات وأقعدك فيه معززة مكرمة لغاية ما نخلصوا بيتك اللي حيكون أحسن بيت في النجا، وبعد كده مش هنفترقوا عن بعض أبدا. مش معنى أنا اللي نطلع من البيت، هو أنا مش ليها فيك زي اللي ليها؟ ليكي ده، أنت حتى ليك الكوم الكبير كمان، بس برضك ما تنسيش إن هي أم عيالي والعيال ما يستغنوش عن أمهم، زي ما أنا ما أقدرش أستغنى عنك يا نور عيني. وديني معاك ها وهنقضوا مع بعض أحلى ليلة في الدنيا. إيه ده؟ تسلم لي يا سيد الرجالة، هو في أحلى من النوم في التراوة؟ طب ده أنا الودي ودي يطلع علينا النهار والناس تشوفنا نايمين جنب بعض علشان يجوا يباركوا ويهنوني على ساعتي.
خبر ايه؟ مالك قلبتك ده كأنك فرحانة باللي هيحصل؟ قلبي طاير بالفرحة، فزت بسبع السباع، تسلم لي يا سيد الرجال. في ايه يا وليه؟ يا جارتي انا يا ماما. مين؟ مين اللي بيخبط؟ افتح يا شوقي، انا في سمرة نافع. يا مرحبا يا مرحبا، تفضل. كتر خيرك يا اخوي، انا بس عايزاك في كلمتين واحنا قاعدين هنا. ما يصحش، دي بيت ولد عمك. اسمعني قبل ما تطق من جنابي. اتكلمي براحتك. اغراب الشوم ابو الحمد جاني يقول لي خبر اكحل، النافع هو اللي سرق بيت حسان ولقي الحجاب بتاعه واقع منه. يعني هياخدوا بتاره من الميتين؟ هم لقوا فلوسهم والحكايه دي خلصت خلاص. لا ما خلصتش، انا عارفه جوزي زين ده خواف وعمره ما يقدر يعمل عامله كيف دي وحديه من غير حمايه. شوف يا بنت عمي، موضوع ده شر، كل ما تقفل يكون احسن. بس حرام العار يحط على راس انا وعيالي من غير ما يحط على راس اللي شرك جوزي، ويمكن كمان هو اللي جبره على كده. يا نفيسه، الحقيقه كلنا عرفناها بالعقل، بس الحديد فيها يحط بالعار على راس العيله. يبقى ما فيش غيره غدياب هو اللي وزه، مش بعيد يكون هو اللي قتله من خوفه لا يتفضح. في حد يجرس وحنش من غير ما يصرخ ولم عليه قومة لا إله إلا الله؟ يعني ايه؟ يعني اللي نايم جاره ده هيقوم، مش يقعد نايم للصبح. أنا كان قلبي حاسس. طيب يا دياب، طب ورحمة نافع مطروق النار اللي في قلبي إلا بدمك يا دياب. وجه الله، الله يرحمك يا دياب. بقايا في حياتك يا همام. لا ناجي، انا مش هاخد عز عمي غير لما ينقتل ابو الحمد. على اي حال انا جاي اقول لك شد حيلك، فضلش اللي انت دلوك للعيله، قول لهم في حمايتك ومتعلقين في رقبتك. فرصه ولد عمنا نبتدي من جديد، وبلاها زراعه الحشيش دي ولو انها طلع من عيني. اسمع يا همام، كيف ما قال مناع ولد اخوي، الحكومه عن قريب جايين هنا، هيحطونا على الخريطه ويضمونا لاقرب مركز، علشان كده ما يصحش يعني الحكومه تجي النجع يلاقونا بنزرع حشيش. احنا سمعنا الحديث الماسخ ده قبل كده وما فيش حاجه منه بتتحقق، وبعدين لما نبقى نشوف نفر واحد من الحكومه جاي على بعد 100 كيلو نبقى ساعتها نقلع الحشيش ونقول لهم اهلا وسهلا. بكيفك، وانت حر في اهلك وناسك. الا مفيش حد من عيله عبادي جاي عزينا كيفكم. كيف يا همام، انت ناس ان دياب الله يرحمه قتل عبادي وسناري؟ كيف عاوزهم يجوا يعزوك او يجملوك؟ صح، ومش بعيد ينصبوا عز عبادي وسناري الليله شماته في عمي. لو عملوا كده يبقوا غلطانين، كانوا هم يقولوا ان ليهم يد في قتل دياب. لا اله الا الله، اهدى. عشتوا بندرية، عشتوا رجالة البندرية،
لقيتوه وقتلتوه ها؟ لقيناه مرمي على الطريق قاطع النفس. أعوذ بالله، وشه عليه غضب ربنا، ده ما يدفنش بتراب مسلمين ده، شوفوا له أي متوة. وشه مزند، كأنه مخنوق يا ناجي. ولا يكون طصته عربية. خدوه، خدوه افحطوا له فحطة وارموه فيها. دلوقتي أقدر أقول لك البقايا في حياتك يا كبير البندرية، والليلة هجيب رجالة العيلة وهناجي نعزيكم. شايفك ده ناجي؟ خذ بنصيحتي يا ولد الناس وارفع راسك وسط الناجع، وقول إنك أخذت بطارك من أبو الحد اللي قتل دياب عمك. انصب العزا وتوكل على الله. ولو العبايدة نصبوا عزاهم الليلة؟ أنا هروح لهم وأقول لهم يكسروا الشر، وبلاش يدعوا نفسهم بالكذبة حاجة ما عملوهاش. شوف يا ناجي، لو العبايدة نصبوا عزاهم الليلة هيبقى اعتراف منهم إنه هم اللي قتلوا عمي. أيوة، ويتحمل النتيجة. راس عمي بعشرين راس من العبايدة. ولا واحد ولا عشرين، هي على كده خلصت خلاص، والبقية في حياتك كبير البندرية. يلا يا مغاوري. يلا كبير حياتك الباقية يا ناجي. صدق الله العظيم. كريم يا ابني، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، خد عزا عمك همام وخلص. كيف اخد عزاه والعبايده نصب صوانهم بالعند فيا كانهم بيعترفوا على روحهم انهم اللي قتلوا عمي؟ صدقني ده جسر ديل وشماته مش اكتر، والدليل على كده ان مفيش اي حد منيهم لحد دلوقتي قدر يرفع يده ويقول انا اللي قتلت دياب. طارهم عند دياب بقاله اكتر من 6 سنين، كلهم شاهدين عاملة سنار وعبادي ليلة فرحك، كانوا يستحقوا عليه القتل. ما نصب اصوانهم ليه لما ناجي راح لهم وحذرهم؟ عقل عيال، الواد والد عبادي مخه طاجن، فاكر انها شطاره منيه انه يقول على اي حاجه ما حصلتش وينسبها لنفسه. انا اقطع له راسه دي عشان يحرم بعد كده يتطاول على سياده. في ايه يا همام؟ في ايه؟ هتعمل عقلك بعقل عيل مخلول؟ هشوقي منه لله، هو اللي قال للناس انهم لقوا ابو الحمد ميت على الطريق لوحديه. واه، واعمل ايه؟ العيله مش مصدقه غير الحقيقه، وبيقولوا مش ممكن يكون ابو الحمد هو اللي قتل دياب. مدام نصب صوانهم يبقوا هم اللي قتلوا عمي وقتل ابو الحمد كمان. يلا خلي الطار يبقى طارين، الليله هنطب عليهم ونقتلهم كلهم. متعقل مالي همام؟ ما تولعش الدنيا اكتر من كده. صوان العبايده متحوط بالسلاح، يعني هتبقى مجزره عشان حته عيل عبيط ما يفهمش اللي يقوله، عامل نفسه كبير عيلته. احنا ممكن نقدمه بعدين. اسمع ناجي، اسمع يا مغاوري، خذ رجالتكم وروحوا على بيوتكم واقفلوا عليكم بابكم، وما لكمش صلح باللي يحصل ما بيننا وما بين العبايده. ناجي يلا ناجي، ما فيش فايده، ما حدش عايز يسمع الحديث، عملنا اللي علينا وخلاص. جبت المفيد يا مغاوري، يلا مع السلامه ومن غير مطرود. حرام عليك، حرام عليك ارواح الناس اللي هتروح هدر بسبب حكمك ده. شوف يا ناجي، كرامة عيلتي فوق اي اعتبار. مع السلامة يا علي حسان. كون في معلومكم مفيش اي عداوة ما بيننا وما بين اي حد فيكم، لكن انا مش مسؤول عن اي واحد ينقتل لو طلع من بيته كده. طب يلا يا رجالة، قدامكم ساعتين تخبروا العيلة، وكل واحد يلزم بيته الليلادي. ساعة واحدة، ساعة واحدة بس يا ناجي، مسافة ما تعودوا لبيوتكم. احنا مش هنقدر نستنى اكتر من كده، وعشان ما حدش فيكم يلحق يقول للعبايد. لا حول ولا قوة الا بالله، على اي حال انتم حرين. يلا رجالة شغل، يلا شوقي. نعمين يا كبير. عايزك تجمع لي الناس كلهم بالذخيرة والسلاح، الليلة هتكون نهاية العبايدة. يلا أمرك يا كبير. يلا رجالة، بطل عمي مش عايز واحد في العبايدة عايش. يلا رجالة، يلا روحوا اقتلوهم كلهم. Get him!
فايده، دول هيخلصوا عليهم. الواد ولد عبادي غبي ما بيسمعش الكلام. قلت له هتورط اهلك وناسك، انت مالكش في الطور ولا في الطحين، ما خدش بنصيحتي. كيف مالوش؟ انت جه هو اللي قتل وبيتبهدل ان ابوه خلف راجل. ده عيل خايب وعبيط، لا قتل ولا هبك. البيداريه هم اللي بتفتش، ربنا ينتقم منهم. والله اللي بيحصل للعبايده ده حرام. كل ده عشان حته عيل حمار بيتباهى بحاجه ما عملهاش، وادي النتيجه. جاب لاهله النكبه. كتير كنت بلاقيك رايح في سبع نوم. حسام مش ابوك وحدك يا مناع، لا، حسام كان ابونا كلنا. عمري يا ولدي ما حسيت انه اخوي وبس. طب تعرف كبرت واتجوزت وخلفت وبقى عمري 40 سنة، كنت لما اشوفه جاي علي وفي يد سجارة كنت لسه في سيالتي. كيف العيال؟ مش خوف منه، لا، احترامه وهيبة. اخويا الله يرحمه ما كانش في حد في الدنيا احن علي منه. يا ابوي أنا عارف إن الفراق صعب، بس الحزن اللي أنت عايش فيه ده كيف الرملة الناعمة تبلعك من غير ما تحس بيها. قوم يا مناع، قوم معايا يا ولدي، قوم نفوق لحالنا. أنت متعلق في رقبتك ناس كتير، من حقك تحزن عليه العمر كله هو ما يتعوضش. بس اللي مش من حقك ابدا انك تنسى واجبك لحظه واحده. رد علي يا ولدي. مناع، قوم يا غالي. كده الواد همام طايح في البلد، فاكر انه بقى كبير، صح، مش لاقي حد يلم، وخصوصا بعد ما عمو دياب مات وعملته السودة مع العبايده. فاكر انك انتهيت منها وان هوى البندر سطلك
ونسيت أهلك وناسك. قوم يا ولدي، يلا قوم معاي. كده طيب يا ولدي، ألا أفوتك لحزانك؟ بس خلي العباية دي على كتافك تحميك برضك بالبرد. ما بقاش في عند أي كلام يا ولدي. وي ما حدش قتله يا عمي، بس أنا قلبي معبي من ناس كتير قوي، حاسس إنهم مسؤولين عن موته، زي اللي بيجي عنده طار بس طار مع ظروف وخلق كتير. أولهم همام بس مش آخرهم يا عم، مش آخرهم. مبروك يا مناع، ابتدينا حفر الأساس وقريب نصب الخرسانة. تعبت معاه كتير يا عمر يا جوز اختي. ولا تعب ولا حاجة. نسمة كانت قالت لي على حاجة. قالت لي إن يكون عنديكم بيت من بابه. ويبقى كأنه تبع البيت الكبير. ما عنديش مانع. أقال له لما ربنا يكرمكم بعيل ولا اتنين يتربوا وسطينا. يعني أبلغ المهندس والمقاول؟ أكرم الله. ما أقول لك إيه يا عمر؟ هي فين الشيكات اللي كنت اديتها لك؟ ها؟ لكن ليه؟ مصاريف المباني كتير، ولطفي جاب كبير عيلته وتعهدوا وسددوا الاقساط بداله. أقول لك إيه؟ فلوسك كنت حر فيها. كفاية أبو القمصان يعيش مديون وسط عيلته ومش بعيد يبيع لهم أملاكه كلها. وأنا قلت كده برضك، وكفاية لحد كده. ومفيش داعي أساعدك تقتله. خصوصي إن ما عنديش باين إنه قتل مرتك. هو كان وكيل النيابة لقى باينة وسابه؟ لكن أنا عندي البينة، هو اعترف لي وقال لي اللي معاك يعمله. شفت غلط عينه؟ عشان كده حاولت تقتله وسط ناسه؟ وما قدرتش وضربوني، وبعدها اتصلت بيك. اهو ده اللي خليني مش متأكد، لأن جيت لك المستشفى في الآخر وجيبتك وجيت على طول من غير ما أسألك. تقصد أنك مش مصدقني في اللي قلته يا مناع؟ مصدقك، وعارف أن في طار ما بينك وبين لطفي أبو القمصان، لأن لما جبت له سيرتك الخوف بان في عينيه، بس مش خوف القاتل. من خوف إيه؟ خوف المقتول؟ خوف الزاني. الطار اللي ما بينك وبين لطفي أبو القمصان لأنه كان في حاجة بينه وبين مرتك. حرام عليك يا مناع، كفاك خوض في سيرة الأموات. أقعد. أنا عرفت كل حاجة يا عمر، وعرفت من أهلك ليه بتهرب من العار. فضايح مرتك مع لطفي أبو القمصان خلتك تفكر تضرب عصفورين بحجر واحد، تقتلها بيدك وتتهم عشيقها وتستغل شكواها القديمة ضده عشان تبعد الخيانة عنك. شكلك صدقت الكلام اللي قاله أبو القمصان لوكيل النيابة. لأن هي دي الحقيقة يا عمر. أنا متأكد إن أنت اللي قتلتها ورجعت شغلك في البلد التانية واستنيت الخبر يجي لك عشان تبعد التهمة عنك، والناس اللي معاك شهدوا في صالحك. قول يا عمر، قول. أنا معاك مش ضدك. لو أنت مكاني يا مناع، لو دي كانت مرتك، مش كنت هتولع فيها بنار؟ لازم اقتلها واخلص من عارها. كان لازم اقتله هو كمان، لكن ما طلتهوش.
تقطش عيش معاه في بلد واحدة. أنا مش نيابة ولا حكومة عشان أحاسبك على قتلك لمرتك القديمة، لكني بصفتي أخ ومرتك الجديدة من حق أحميها. كلامي ده مناع، أنا مش قتال قتلة، أنا قتلت عشان عرضي وشرفي. يا أخي أولى بيك من انتقامك وقتلك لمرتك إنك تطلقها، ولا تسيبها تصبر عليك لحد ما توقع في الغلط؟ قصدك أصبرن عليها مش هي اللي تصبر علي. أقصد اللي قلته، ولنفس السبب ده عايزك تطلق نسمة وبجزرة وقطبها قحش. أنا عارف إنها اللي ممكن توقع في الغلط، بس برضك من حقها تعيش وأنت فاهم. فاهم إيه؟ هي قالت لك إيه؟ أنا طبيعي وزين و... معلش تسمع كلام تاني يا عمر. نسمة هتطلقها طلاق باين عندي المأذون بلا رجعة، والطلاق ده هيفضل سر بيني وبينك وبينها، وقدامك فرصة لحد ما نبني هنا، وطبعا ما هينفعش تعيش وسطينا. هي حصلت لحد كده؟ مديت عمري كله للأرض دي، بعد الطلاق نقعد ونتحاسب يا واد عمي، ولو لك حقها تاخده، ولو عايز ننزلك معاه شغل في سوهاج ما عنديش مانع، شقتي القديمة حاسبها لك، وكيف ما كنت مخلص معاي هكون مخلص معاك. كتر خيرك يا صاحبي، أنا هقوم أغير خلقاتي عشان نروح للمأذون، مينفعش أقعد هنا ولا يوم واحد بعد كده. يا هلا الكرامتي. اسمع، انا هعمل عمليه استكشاف للارض. بلاش دلوقتي يا حضره الضابط، احسن الاهالي يحسوا بحاجه ويعرفوا انك مش المحاسب بتاعني. اياك اسمعك تقول لي حضره الضابط ده حتى لو بينك وبين نفسك. انا اسمي الاستاذ نبيل المحاسب. حاضر يا استاذ نبيل، حاضر. لازم اشوفهم بيزرعوا ايه في الارض دي وادرس طبيعه المكان. ده شغل. ربنا يستر يا باشا، ربنا يستر. يعني مفيش فايدة تراجعوا نفسكم؟ كل شيء نصيب يا مولانا. طب يرمي عليا مين الطلاق؟ انت طالق يا نسمة. انت يا نسمة انا خدت كل حقك. وابصم كمان، انا مش عايزة منه حاجة. انت يا عمر وربنا يعوض عليكم. أنا ممكن أعدي عليك بعدين يا مولانا عشان ناخد القسايم. يلا يا نسمة. هنحصلكم العربية يا ولد أنا وعمر. في حاجة تانية يا مولانا؟ وأنتوا بعد أسبوعين خذوا القسايم. في أمانة ليك معايا يا عم ناجي. فلوس اللي حطناها في البنك لحساب المباني. بشيك بالفلوس دي باسم مناع. كان حصلت لي ده كله. أهلي في خطر في سوهاج، لازم أعيش وسطيهم. نسمة منهاش مكان وسط الخطر. طيب إيه قولك يا باشمهندس؟ لو نستناك لما الخطر يزول وترجع لها. مبينلهاش رجوع يا عم ناجي، مبينلهاش رجوع. خد يا عمر يا شيك بربع مليون جنيه، حقك في شغلك معانا السنين اللي فاتت كلها. بس انا حقي 150 بس، اخصم شبكه ومهر. يا سيدي دي كانت هديه لاختي، انا عارف ان مصاريفك هتبقى كتير لانك هتبتدي من جديد في سوهاج. نديت عم ناجي شيك بقيت حساب المباني. من حق عايزك اول ما توصل على سوهاج تروح لمرتي تديها الجواب ده. اوعى تنسى عمر، ده مهم قوي. وعايزك انت وراكب القطر
تفكر في الوظيفة اللي قلت لك عليها. والله متحير يا مناعة، لسه مفكرتش أنا هعمل إيه. أنا أقول لك تعمل إيه، تقبل الوظيفة وتقعد في شقتي القديمة لحد ما تراجع حساباتك وتحكم ضميرك. ضميري؟ أنا هرد عليك بحاجة واحدة، عجز جالي بعد ما قتلتها مش قبل ما قتلها، لأني كرهت صنف الحريم. عن إذنك يا مناعة بيه. يا أهلا وسهلا، إحنا جينا حسب المعاد، شنطة الفلوس في يد دهي. أيوه تفضل، من هنا مستنيك أبوك. أهلا وسهلا. إيه دي يا ست هانم، كل دول تتعبيهم عشان يحضروا حاجة خصوصي زي دي؟ مفيش حد منهم غريب، دول قرايب. إحنا عارفين مقامك يا ست هانم، وعارفين أصلك وفصلك، وبعدين إحنا ما جايينش ناويين على شر، إحنا كل اللي إحنا عايزينه نخلص الموضوع ونخلصه. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا المهندس عمر من طرف مناع فيه، معايا أمان. هي فين الأمان؟ سلمها لها قدام بيد. لحظة واحدة. أيوة يا هانم، الباشمهندس عمر وصل. أهلا أهلا يا باشمهندس. فين الشيكات؟ ده ظرف مدفون معرفش فيه إيه. طب أنا عندي ناس بس قاعدة معاهم جوا، هخلص منهم وأقعد معاك على طول، عن إذنك. تفضلي. هي دي شيكات نطفة من القمصان؟ انت عرفت منين؟ القدر، القدر هو اللي ساقني، الحمد لله اللي جيت في الوقت المناسب. رايح فين يا باشمهندس؟ اشتري سجائر من تحت وجاي. وشنطتك؟ دار امان، نراجع تاني. كده الفلوس تمام يا فندم. خد راجع شيكاتك كلها، سلمهم بنفسك يا بابا. اتفضل. خد يا لطفي شوف شيكاتك وتاكد منها كويس. الموضوع متهيألي كده خلص، مالكمش حاجه عندينا. يا راجل احنا مفيش بينا غير المعروف. المعروف للي يستاهلوا المعروف. انت بعد ما تجرجر ولد اخوي في النيابه زي الحراميه والمجرمين جاي تقول لي معروف؟ احنا اللي بيننا حق عرب ولازم ناخده. حق عرب؟ ده المفروض تدفعوا لنا الفلوس وعليها فوائدها، مش تقول حق عرب. شوف يا بنت الناس، انا ماليش كلام معاكي، انا حسابي مع جوزك مناع بيه، لازم اعلمه كيف يحترم ولاد الناس، لان كان المفروض قبل ما يروح النيابه يروح لكبيره وشوف حيجيب له حقه ولا لا. يعني كنت جبت لي حقي من لطفي يا كبير لما جيت لك وشكيت لك منه؟ عمر مهران لسه عايش. لو كان عمك بيحكم بالعدل كان جاب لي حقي، لكن يا كبير بدل ما تحكم بالعدل وتديني حقي حميته وفرحت بوساخته. حد كان قال لك اتجوز واحدة فاجرة تجيب لكم العار؟ عارها غسلته بدمها، لكن مش من العدل انها تذبح واللي غواها يعيش متهني. ايه ده؟ ايه ده؟ حسابي مع الغاوة مرتي، لو حد قرب مني حط عضبته. سيبه يا عمر ارجوك، ما توديش نفسك في داهية، انت لسه قدامك مستقبل. بعد انا ما تجيش دخل، انا عشت عمري مستني اللحظة اللي هاخد فيها بطاري. مش هنسيبوك تسحبه من وسطينا زي الخروف. اسمع انا بقولها لك اهو، لو مسيته يبقى جنيت على اهلك وناسك. انا بايع روحي ومش باكي على حد. مش هنسيبك تاخده من وسطينا، ولو حصلت ان شاء الله قتلكم انتوا الاثنين. يطلع بيه يذبح قدامكم. تطلع بيه كيف؟ انت اتجننت؟ روحك هي اللي هتطلع يا ولد مهران. اي يلا ادخل الدور بسرعه. انا بسلم نفسي يا حضره الضابط.
بعترف ان انا اللي قتلت مرتي. انا تحت امر الحكومه. ما عادش حاجه تهمني خلاص. الو رئاسه، في جرم بيتقدم شركه مناع، محتاج قوه اسلام بسرعه. معناته ايه الحديد ده يا سنيور؟ يعني اتضحك عليا؟ اشتريت شويه حديد بالالوف دي كلها؟ مش انت بس اللي انضحك عليك، انت والغبي اللي اسمه ستيف، والدليل اهو. دي المفروض انها قنبله، اول ما بتنزع الفتيل كده اهو وترميها. حاسب 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 يا سنيور، هتفرجع فينا وتموتنا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ القنبله، القنبله في شنك. ما قلت لك حته حديد خرده في شنك بتطلع دخان وبتنفجر. كده كده يا ستيف تضحك عليا انا؟ يمين بالله ما مهملك غير لما ترجع لي فلوسي. يمين بالله يا ستيف ما مهملك غير لما اقتلك. انا كمان اضحك عليا زيك بالظبط، بس اطمن انا مش هسيبهم. مش هتسيبهم؟ انا اللي مش هسيبك يا ستيف غير لما اقتلك. لا ترجع لي فلوسي. بس بقى، ولا انت ولا هو هتعرفوا تعملوا حاجه، لانكم اتعاملتوا مع تجار سلاح نصابين. برضك مش هامله، هو اللي خد فلوسي وهو الملزوم يجيبها لي، هو اللي اختارهم. كان ممكن ما تعرفش، انا اللي عرفت المصيبه دي وجيت بسرعه احذرك. وسع. عندك حق، عندك حق يا سنيور. كان ممكن ادخل معركه كيف اللي فاتت ورجالتي يجوا يرموا القنابل، ما تفرقعش واتقتلوا فطيسك ده، اتقتلوا فطيس. عشان كده عايزك تهدى وتطمن ان احنا بنحميك، بس لازم تسمع كلامنا كويس قوي. تاني تاني يا سنيور، عايز نسمع كلامك تاني؟ لا، انت المره دي اللي هتسمع كلام انا. انا همام البندار يا سنيور، كبير عيلتي. دلوقتي بقى مفيش حاجه اسمها عيله حسان وعيله البنداري، النجع كله بقى عيله واحده وفيها ملك واحد بس هو مناع، وانت هتبقى الوزير بتاعه. يعني ايه؟ يعني مناع هيبقى ملك الناجع، ملك عليا وعلى عيلتي غصب عننا. يا ريت تعرف تعمل اللي هو بيعمله ده، يبقى يوم المنى على الاقل نخلص منه ونحطك ملك بداله. ده تعبنا قوي عبال ما رجعناه يزرع الحشيش من تاني. راح وين بس؟ راح وين؟ حته دفتر اسود كدك دي، ايه عفريت بلعه؟ واحنا هنعرفه منين بس يا ولدي؟ ابوك هو اللي كان بيدس كل حاجه بنفسه ويعرف مكانها. اه افتكرت، ابويا كان بيدسه في صندوق الفلوس اللي اتسرق. صندوق الفلوس؟ اه، من يوم ما سرقت الفلوس ما حدش لمسه. يخرب بيت ابونا واللي جابنا، يعني اتسرق مع الفلوس؟ اتسرق. الحمد لله لقيته، عقلي كان حشت. ليه؟ هو مهم قوي كده؟ كاتب فيه كل تفاصيل الخلطه، صعب افتكرها بعد السنين دي كلها. لو البندريه عرفوا كده كانوا خدوه هملوا الفلوس. الخواجه بني كان جايب لنا واحد من كولومبيا يعلم. واحد من امريكا الجنوبيه هبله يعلمنا الخلطه، وانا كتبت كل حاجه وراه. كاني كنت عامل حساب اليوم ده. ما بلاها يا ولد، زرعه الندامه دي اللي هتجيب لنا الخوف ووجع القلب. مش بخاطري يما، مش بخاطري، انا مجبور من الخواجات، ولو ما طلعتهمش هيبلغوا ضد الحكومه، وكل اللي عملته طول عمري هيتهد في ثواني. يعني يا مناع تقعد طول عمرك متهدد كده؟ طول ما هم محتاجين لي ما هيقدروش يعملوا حاجه، وبامر الله هيجي اليوم اللي اخلص منهم ومن ابوهم. هعمل ايه؟ ما قدرش اتحامى في الحكومه. ان شاء الله يا ولدي، ربنا هينصرك عليهم. هي دي بقى عيلتك يا مناع؟ ولا حركه. اوعى تضرب مكانك، اوعى تضرب. ما تضربش، بتبصص على النسوان. انت مش عارف انا مين؟ مين يعني؟ انا المحاسب بتاع المقاول. محاسب؟ اه والله العظيم. يا بني الحياه، يا بني بتاع بصه علينا. اقفل خشمك منك ليه؟ خلاص. فيها شاهين لقيت واقف بيتجسس علينا من غايه ابوي. الراجل قليل حياه ده كان متداري وسط الدره هيبص علينا. خلاص يا نفيسه روحي، ادخل يا حرمه منك ليه؟ لا ابدا والله يا حاج، الموضوع ما فيه ان انا كنت بدور على حاجه كلها، ومش قصدي حتى اساله مناع بيه صاحب العزبه. هو وبكري عارفين ان ما باكلش اللحمه الضاني مع العمال. تقوم تقعد مطرحك وتطلب اللي انت عايزه واحنا نجيبه لك. اللي انت عملته ده عيب. ونعرف منين بس ان في ستات وناس هنا؟ يعني سالت مناع بيه
وقال لك انه مقعد عيلته في اخر الارض تقوم تجرب نواحينا قله حياه. الجوع الجوع يا ابن عمي، قلت اتسلى وادور في الارض يمكن الاقي بطيخه شويه كنتالوب. خلاص شايل. ايوه يا ابوي. رجعه مطرحه ونبه على المجاول بتاعه، اي نفر من الانفار هيجرب نواحينا هنقتله وندفنه في الارض. حاضر يا ابوي. قدامي قدامي واحمد ربنا انك راجع على رجليك. الغريب اعمى ولو كان بصير، وانا ليا عذري. مالكش عذري تمشي في الغيط من غير ما يكون معك حد من العيله. عندك حق، انا محقوق لكم، ما عادتش تتكرر. خلاص الحمد لله ان هي جت على كدك ده. اهدى اهدى، اياك تتكرر منك تاني او من حد غيرك. اوعدكم انها مش هتتكرر. انتوا ناس طيبين وفي حالكم، كل حلمكم ان انتوا تبنوا بيوت لامكم، وده حقكم ومن حقكم نخلص لكم البيوت دي بسرعه. تقرير واقف يا حضره الضابط، واضح انك بذلت مجهود كبير. الحقيقه يا فندم انا عاشرتهم وشفت بيوتهم وتاكدت انهم ناس شرفه ومكافحين، ومناع هو املهم في حياه كريمه. انت فحصت اراضيهم كلها؟ واثق انهم ما بيزرعوش اي حاجه مخالفه ولا سبق لهم زراعه اي مخدرات. انا فحصت التربه دي كويس، واضح انها ارض بكر وكلفت مناع كتير لحد ما خلاها تدي محصول كويس. انا شايف اصالات وفواتير للتجار، هم دول اللي اشتروا المحصول. وفي عند ستك الكميات والاسعار. اعتقد ان الناس بتشقى عشان تطلع من الارض محصول بالكميه دي، لازم يكونوا ناس كويسين وطيبين. عموما يا حضره الضابط انا كده ارتحت، مع السلامه. تمام يا فندم. واجب اطمن الاستاذ توفيق على جوز بنته. الو، رتبت كل حاجه؟ كله تمام يا سمناع. عايز مني حاجه تاني؟ استنى، عايزك يا سمناع. خد يا حصاوي القرشين دول ليك، عايزك تعاود بلدكم، تتجوز وتعمل لك اي مصلحه. تتعبت معايا كتير. وانا عملت مع حضرتك حاجه وحشه يا سمناع؟ بطل رط وخد الفلوس. ما دام انت شايف كده شوف وشك بخير يا سمناع. طب ممكن اطلب من حضرتك طلب اخير؟ قول يا حصاوي. ممكن ابقى اعدي على المزرعه اخد منها خروف ولا خروفين اخش على امي بدل ما اخش بيدي فاضيه؟ ودول اتروح بهم كيف دول؟ ابقى اقطع لهم تذكرتين معايا في القطر. ماشي يا حصاوي، ربنا يخليك لنا يا سمناع. بتسلم عليا يا ابن الجزمه. سلام يا سعاده الفرشه. سلام يا سمناع، شوفك بخير واتقفل علي ان شاء الله. السلام عليكم. سلام. سلام يا سمناع، شوف وشك بخير. اشوف وشك بخير يا سمناع. اجري اجري على ابوك. بابا بابا خليني معاك يا بابا. الله الله الله، احنا قلنا ايه؟ لازم تقعدوا هنا مع جدكم وجدتكم ومع امكم كمان، ولا ما عايزينيش ارجع على طول؟ عايزين نرجع على طول. مين بيحبني؟ انا. طب يلا، اللي بيحبني يديني حضن كبير. وحشوني ان شاء الله يا اولاد. ربنا يجيبك لنا بالسلامه. انت كربانه كده ليه؟ ودي اول مره يسافر يا نور؟ ده كلها اسبوعين يا حبيبتي ويرجع بالسلام. مش عارفه زي الاسبوعين دول هيعدوا عليا. دايل انت بس ان شاء الله ربنا يقصر المسافات وعاود بعد اسبوع. شوف وشكم بخير. الف سلام. الف سلام. لا اله الا الله محمد رسول الله. كويس اني لقيتك يا ابو النبيل. خير يا باشا؟ ساعات وكيل النيابه عايزك ضروري. طيب انا اروح له دلوقتي على المكتب. لا يا فندم، هو مش مكتبه، هو بيعاين مكان الجريمه. جريمه ايه وفين دي؟ بشقه الدكتور جمال. الدكتور جمال بتاعنا بتاع مصنع السماد؟ بقي في حياتك يا ابو النبيل، الدكتور جمال لقوه مشنوق في شقته. أولاد الكلب.
دكتور جمال، دكتور جمال، أنا اللي ورطتك معاي. بليز أنا السبب. بليز اهدى منع بيه، أنت مالكش ذنب. ذنب في رقبتي يا باشا، قلت له اشتغل وأنا هحميك منهم، لكن قتلوه، قتلوه الخونة، قتلوه. هما مين؟ تتكلم. كلمة قوله يا باشا أكتر من اللي قلته. قلت لكم دول جايين بالخراب على البلد. قلت مستثمرين. قلت لكم عايزين يزلونا في بلدنا ونمد يدينا ليهم. قلت جايين بالخير والدولارات. أقوله تاني يا باشا. قلت يمين بالله ما هيجي من وراهم خير ابدا، يمين بالله ما هيجي من وراهم خير ابدا. اهدى منع بيه، احنا مساكتين وهنجيبهم، ومش كل الناس زي بعضها. مفيش عندي كلام اقوله تاني يا باشا. انا قلت لحد ما ريق نشف، لكن يمين بالله ما هفوت طارك يا دكتور جمال ابدا. مساء الخير. مساء الخير. شرف بحضرتك. محمد اشرف، المخابرات العامه. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بيك. ايه اللي اقدر اقوم بيه يساعد حضرتك؟ انا جاي اخد من حضرتك بعض المعلومات اللي انا محتاجها عن الجاسوس مناع حسان. جاسوس؟ مش ممكن. ازاي لغاية دلوقتي ما وجعش في ايديكم؟ المفروض انه يكون وصل جنا. عايز انتشار على طول الطريق وتفتيش كل الطرق الجانبية. مع السلامة. تمام يا فندم. معقول اللي سمعته ده؟ انا كنت واثق انه ورا مناع ده مصيبة كبيرة، وانت اللي خيبت ظني يا حضرة الضابط. انا؟ ابدا يا فندم. جهز قوة لمهاجمة عيلته والتفتيش عليه. لازم احط احتمال ولا واحد في الالف انه يهرب من الاكمنة. يهرب؟ مش ممكن يا فندم. اللي يقدر يخدعنا السنين دي كلها مش هيقدر يهرب من كمين. الطريق شكرا يا باشا. امشي يا اسحب رخص. تمشي طوالي يا اسطى، انت غاوي عطله. شبيكي لبيكي همام بين يديكي وقاعد بيفكر فيكي وبقاله ساعتين مستنيكي. ايه رايك في الغلوة الحلوة دي؟ حلوة قوي. بس قولي صح، انت مقدر انا مضحية علشانك قد ايه؟ مقدر مقدر يا حبة عيني، بس لا فين الدفتر؟ انا جبته، بس زي ما اتفقنا ما يبيتش عندك اكتر من يوم واحد، الا اوله شرط اخر نوري همام. ما تخافيش، انا دلوقتي عرفت انك بتحبيني صح وانك شرياني،
وانا اللي اشتريني ما بيعوش ابدا ابدا. انا اسمع ليه يا همام اتخوت في عقلك كل ليه؟ ما انت عارفه ان انا مخوض بيك من زمان. لا اعجل، عايزين ربنا يتمهلنا على خير. عندك حق، احسن نقرا الدفتر ما نعرفوش نفهمه. انا كده عملت اللي علي والباقي عليك. انا كل غرضي انك ترفع راسك في النجع، ما عايزاش حد يقول عنك انك خايب وزي عدمك. ما تخافيش، بس انت بس ادعيلي ادعيلي انفع. اما نسمة لو نفعت من غير مناع اخوكي، ساعتها ما حدش في البلاد كلها هيقدر يرفض جوازي منك. ليه؟ لانك هتبقي مرات الكبير، والد الكبير، تبقى تجيبلنا كبير صغير بس يكون حلو زيك. هي خواجة طمني، وحياة ابوك. برافو عليك يا جو، هي مش واضحة قوي ولكن تنفع. الحمد لله. يعني ايه؟ خلاص يا خواجة هتوفي بوعدك معايا. عايز تبقى الملك يا همام؟ وقبل ما ابقى الملك لازم نتعلمني سر الطبخة. ليه؟ عشان محتاجش لا المناع ولا الغير مناع. وانت فكرك يعني ان مناع هيسيبنا كده بالساهل؟ ده ممكن يهجم علينا هو وعيلته ويقتلنا كلنا، وساعتها ما نلاقيش حد يحمينا منه. يعني ايه تقصديه؟ عايزين نقتل مناع؟ سيب الحكايه دي علينا احنا. لو الحكايه دي حصلت يا خواجه الدنيا هتولع. ده في حاله ما عيله مناع تتهمنا احنا بقتله، ولكن لو اتهمت الحكومه احنا مالنا. يا سلام عليك يا خواجه. اما لو حصل الموضوع ده نعيش خدامكم العمر كله. شيك هاندز. شيك هاند يا خواجه، شيك هاند. ستيف تحت امرك يا برو. نفس، خلينا نخلص بقى. اكدي يا همام، ده اخرة المعروف. اخص عليك بس لما اشوفك. ولما تشوفيني هتعملي ايه؟ طب انا قدامك ها. انا زمجانة منك. ليه؟ كيف تهملني الوقت ده كله لوحدي؟ ما تقلقيش، كل اهل الناجع مشغولين في الارض وفي المحصول. اقعدي. طب لفين؟ لفين الهبابة السودة دي؟ ادي الساهة مكانها قبل ما مناع يعاود. مناع؟ مناع خلاص مش هيعاود ناجع من تاني. ليه؟ اخوي جرى له حاجة وليه؟ ما فوش حاجة، بس زي ما تقولك دي يعني ولف على العيشة الطرية. ما بقاش لادد عليه الناجع ولا اهل الناجع، ولا عاد يسأل في اهل الناجع كلهم. عشان كده احنا لازم انا وانتي نشوف مصيرنا لوحدينا. مالك يا همام؟ عمال تلف وتدور علي. انا فكرت يا نسمة ولقيت ان احنا ما قدمناش غير حل واحد. اللي هي ايه؟ نتجاوزه. كيف؟ انا اقول لك كيف. كيف؟ شوف يا نسمة، انا الليله دي مش هسيبك غير لما تقولي مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. جرالك ايه يا همام؟ فيك ايه؟ قولي يا نسمة. اقول ايه؟ مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. مفيش راجل غيرك في النجع يا همام. بعد عنك حمليني. حمليني. مفيش راجل. اخر مكالمة عملها مناع كانت في المنطقة دي، لكن لما تتبعنا الموبايل بتاعه لقيناه مع سواق عربية نقل في منطقة تانية خالص. يبقى اكيد رماه بعد ما خلص المكالمة. بس المكان اللي سيادتك اشرت اليه بيقول ان هو في طريقه لعزبته، علشان كده انا بعت قوة تحاصر المنطقة وتقبض على كل عيلته. يبقى لازم نلحقه قبل ما يهربوه عن طريق الصحراء. الو، ايه؟ بتقول ايه؟ البيوت كلها فاضية؟ والارض ما فيهاش مخلوق؟ أمال فين تحرياتك يا حضرة الضابط؟ اسمع، خلي القوة كلها تعسكر هناك، وأنا هبعت لك إمدادات فورية. عاوز المنطقة بالكامل تتحاصر وتتفتش تفتيش دقيق. إيه الحكاية؟ هي عيلتي كلها هربت معاه ولا إيه؟ لو راحوا فين هجيبهم، يعني هجيبهم. ليه يا همام؟ عملت فيك إيه؟
عملت لك ايه؟ خلاص يا بت هتعمل لنا حكاوه. اروح لاهلي كيف؟ تقول لهم ايه؟ لا تقولي ولا تعيدي، هتقعدي في بيتنا ولا في بيت الخواجات لغايه ما نشوف صرفه. وهل يسكتوا؟ كاني معزة وتفشت. وانا اعمل لك ايه يعني؟ انت اللي جيتيني برجليكي من ورا اهلك ومن ورا ناسك، وما فيش لوم على راجل. يعني شهامتك ورجلتك معي؟ طيب طيب يا همام، هنشوف اللوم على مين. انا اقول اني شفت اختك وهي بتسرق الدفتر وجيت وراها لحد هنا، وانت شفتني وتهجمت علي. شوف بقى اللي هيحصل لك انت وعيشك. هتعملي ايه؟ تعالي تعالي انا خلالك، تعالي هنا تفضحيني ولا ايه؟ بعد عني بعد عني، مادام فضحتني يبقى هفضحك يا ناس. اقدمي اقدمي خشمي، مادام تفضحيني يبقى الخصم اللي تهون. تعالي اسكتي، قلت لك اسكتي اسكتي يا خلالك. بقول لك ايه؟ ولا كأنك شفت حاجة، لو نسألك لدهم كلمة واحدة أنا أقطعهولك، فاهم ولا لا؟ تعال معاي تعال يا بوي يا بوي يا غناع مرات يا بوي. بت بت يا نسمة بت مرات بت نسمة نسمة ايه اللي صابك؟ ايه اللي صابك يا بنتي؟ نسمة مين اللي عمل فيك كده؟ يا ولد الكلاب نسمة فوق وكلميني. نسمة نسمة رد علي يا بنتي، رد علي يا بنتي، بنتي ماتت يا مناع، بنتي ماتت يا مناع. خلاص يا أمه يا مار أمر الله نفس ما عايش أسمع ولا صوت. رد علي يا نسمة عمي، رد علي يا بنتي. اجمع الرجال والسلاح وأمن الحريم والعيال في البيوت، يمين بالله لا انت فين قبله. خلصت التهور بتاعك ده، هو اللي حطينا في الموقف اللي احنا فيه. لو كنا لمينا منهم السلاح ما كناش بقينا كده. لقتني بسكاتك يا خواجه، انا مش ناقصك، كفايه هم اللي انا فيه. وبعدين ايش دراك مين اللي هيكسب في المعركه؟ مش يمكن انا ورايا عيله تاكل اللحمه نايه يا خواجه، واقل نفر فيهم اقل نفر يفديني بروحه، فاهم ولا لا؟ قنابل يا عم ناتو، بيرموا قنابل. اداروا رجالة، ارجعوا وراهم، ارجعوا وراهم. قتلنا فروج، خدوه.
اضرب الشوكر. جنابل طلعت في شيء، اهجموا رجاله. جنابل سيعدمها الشوكر. اضرب الرجاله قبل ما يهجموا علينا. يا شوكر يا شوكر يا شوكر، انتهى يا ما تنجح يا شوكر. خذ الجنابل دي من بتوع زمان. اضرب يا رجاله، اضرب الشوكر، اضرب دو. وقعوا زي الفروج، قتلناهم كلهم. فينك يا همام؟ تشوف عملنا فيهم ايه؟ ايه ده؟ ارمي سلاح الخرط، ارمي سلاح الخرط الكل. على ماي على ماي ابي الدرية يا كلام يا اولاد الكلام. قدامي هات، فين همام يا ولد الكل؟ فين همام؟ انطق، ارقد يا هات، ارقد. فين همام؟ تكلم. همام في بيت الخواجات والبيت محمي ومقصر، لا مش هتقدر توصلوا له. يا خلاص يا ولد الكل، مناع ورجالة زمان وصل لهم بالوقت وهيقتلهم كلهم. لا يا ناجي، عنموت كلنا. القنابل يا فراس شهيد، خذ لك ساتر يا ولد، هنموت كلنا مع بعض. عايزين انت التاني؟ يا همام يضحك يا سي همام. عايز ايه؟ بيتكم يا سي همام يتطبق على امك. ايه؟ النار مشعلة لفيها. امي. الدرية كلها مولعة. امي. أيوة. تعالوا وراي. تعالوا وراي كلكم. راح فين يا مجنون؟ خذ الرجالة تيجي معاي. وهدوا المخلوقة دي. بيت ابوي مولع. بيت ابوي مولع. مناع مناع الحاجة مناع. همام بيهرب. خافش. همام ما يقدرش ينفد من يدي. الرجالة يطلعوا مكان الحراسة عندهم. الخواجات ما تقدرش يفرقوا بين رجالتنا وبين رجالة البندرية. قصدك ايه؟ عاوزهم يحرسوك؟ عايزهم يأمن ظهر لحد ما نخلص على الخواجات. امسك ده اسرارك. على هون. عملت قصدك. هنقعد ازاي من غير حراسة؟ لازم نهرب. نهرب نروح فين؟ دلوقتي ما قدامناش غير ان احنا نحمي نفسنا بنفسنا. هي كده. انا هطلع فوق السطح احميكم وهرشهم كلهم من فوق. يلا تعالى معايا. انت قدام الباب من هنا، وجو من الباب الوراني. يلا وانا وانت نقعد نصلي ربنا انه ياخد اجل مناع. يلا. انتوا ما رحتوش مع همام ليه؟ سي همام قالنا نقعد نحرسكم. فيكم الخير، لو حد قرب اضربوا نار على طول. ما تعولوش هم، هنقوموا بالواجب. الهم ده مش هيزول غير لما ضرب النار ده يبطل. حرس ايه صوت ضرب النار ده؟ سمعت حاجه غريبه؟ في خطر علينا؟ ايه وانا خطر عليك وعلى خلفوك. طلق الضرب فيهم. خذك ساتر ونادي الولاد. محدش هيسمعك يا خواجة، الميتين ما بيسمعوش حد. مناع صديقي كفاك يا لعيب يا نبط شطاني، احنا خلاص وصلنا للنهاية. مناع انا بستسلم. مناع مناع ما تنساش انا كسبتك فلوس كتير. اخلص الكلام يا خواجة. مات زي الامان اللي موتوه، رميته تحت رجلينا الفلوس، ثمن الأرض اللي بوظتوها والخراب والدمار اللي زرعتوه. معيش أسمعك تاني وانت بتتوسل زي الكلب وتطلب الرحمة، ما تستاهلهاش. اللي زيك ما يستاهلش يعيش.
حسنا دي عشان الدكتور جمال، ودي عشان ابوي، ودي عشان ما تعود شيل الدنيا تاني. يلا منا يلا عشان نلحق همام. يلا بينا. يلا وديني لحرق قلبك على اهلك وناسك، وديني لولع فيهم كلهم. يلا رجالة، يلا رجالة. لازم اطربك بيت ابوه. مغاوري واقف في حرس هناك. انا معايا قنابل شديده، لو رميتهم على البيت هيجيبوا عليه وطيه. قبل ما تقرب هيكون مغاوري مغربلك. احمي ظهري انت ورجاله، ما تخافش، انا عامل حسابي هلف من ورا البيت، واول ما تلاقيني قربت اضرب نار على مغاوري، حاول تشغله، وبعديها هتلاقي البيت ده كوم تراب. اضرب يا رجاله. اللي مات وما ارحمك مناع. ايه عايز تقتلني يا صاحبي؟ مش هتلحق يا مناع، مش هتلحق يا صاحبي، لان انا اللي هقتلك. اقتلني، اقتلني يا مناع، انت معاك سلاح انا ما معيش. مين قال لك اني هقتلك بالسلاح يا خسيس؟ تقدر تغلبني المرة دي يا مناع، عارف ليه؟ لأنك لو قتلتني هبقى برضه أنا اللي غالبك يا مناع، هبقى برضه أنا اللي غالبك، عشان قتلي مش هيرد لك شرف أختك يا مناع. شرف أختي دمها غسل عارها، لكن دمك أنت الزفر،
هنجس بالأرض اللي خربتها. مناح عارف الخنجر ده؟ الخنجر ده مناح تفكره زين، خنجر المسموم، المسمومة مناح. كيف ما قتلت عمي بيه انا هقتلك. يكفاك ان انا معرفش اني قتلت عمي. هقتلك يا مناح، هقطع بيه. أقتلك يا مناح، مناح مناع. انت اتصبت يا مناع، ده الخنجر مسموم. ما عادتش تفرق يا غالي. مناع مناع، الحكومة ناسها في دي الجبل، نضرب عليها النار ولا ايه؟ خلاص يا زازور، ما عادش لي حاجة عايش عشانها. كل حي يعمل ما بداله.
غريب فيك حاجة بنت. فلاح عود عم السمح حوق فيك ولا ايه مالك؟ بكري خد تغريد واطلع على سوهاج على طول قبل الحكومة ما تدخل، وديها في العنوان دي. وهم لك كيف يا مناع؟ ده انت بتموت ملك الصالح. روح يلا تغريد. روح يا بكري خليني اشعر. روح رجع الجراح. تمام يا فندم، الدمار شامل وبيوت كتير طالع منها دخان وجثث القتلى في كل مكان. والدعم الجوي لسه مطلوب؟ لا يا فندم، ما اعتقدش اننا محتاجين دعم جوي دلوقتي، الحكاية خلصت خلاص. طيب احنا راجعين للقاعدة. تمام كله تمام يا فندم، مع السلامة. بعد عمل التحريات اللازمة قامت قوات الأمن بالتعاون مع سلاح الجو في حرس الحدود بتمشيط المنطقة بالكامل ومحاصرة المجرمين والتعامل معهم والقضاء عليهم دون تعريض حياة جندي واحد للخطر. وقد تم اقتحام مملكة الجبل والسيطرة عليهم بالكامل وضبط كمية كبيرة من أطنان الحشيش والأسلحة. تعال راجل، انت تعرف جثة مين دي؟ ايوه ده من على حويطي، شفت امبارح في العركه باللبسه ده. مين اللي قطع راسه؟ قطع على ده، ما كل الرجاله راحت عليه العوض منك العوض يا رب. بس احنا يا فندم لازم ناخد البصمات ونعمل تحليل الدي ان ايه. بلا بصمات وبلا دي ان ايه، هو ده مناع الحويطي. خلصنا. قد تم القضاء نهائيا على بؤر الفساد وقتل افراد العصابات وزعيمهم مناع حسان، وجاري التحقيق مع من تم القبض عليهم احياء. نورهان مرتي وحبيبتي وضي أيامي، لما يوصلك الجواب دي مش عارف أكون فين، حياتي أو موتي بيد علام الغيوب. الصدر بنتي بعتلك آخر وصية. أيوة بنتي يا نورهان،
آخر ما خبيت عنك من أسرار. نظرة واحدة في عين البت هتعرفي كل اللي قاسته المسكينة وأمها الطايبة بسبب السكة اللي مشتني فيها الظروف، واللي عشت عمري كله بحاول أجعلها سكة خير لكل اللي حواليا. لكن الماضي والناس والأيام وقفوا في سكتي زي غيلان سدت الطريق وحرمتني من مجرد الحلم الدنيا الجديدة. وسط بشر أحبه ويحبوني، وانت يا مرهان الحلم اللي كنت كل يوم أسأل ربنا ما يصحنيش منه عشان أحتمي تحت جناحك الحنين من برد الليالي وقسوة الأيام. خلي بالك من تغريد يا نرهان، تغريد البريئة الطاهرة مش لازم تتحرم من أبسط حقوقها. الحياة في النور، خليها تعيش مع أخواتها جوا قلبك اللي يساع الكون كله. اغفري لي يا نور، افتكروني كلكم بالخير رغم كل أخطائي وذنوبي وكل الألم اللي سببته ليكم كلكم. ما كانش قصدي، صدقيني ما كانش قصدي غير الخير. وصيلي العيال، مع السلامة. مع السلامة يا أعز الناس. كيف جرحك يا ريس؟ أنا بخير يا زرصور. إيه الحاجات اللي أنا حصلتها من البيت؟ قدرتش أهرب منها، كأنها قدري. كله ورايا، يلا يا رجالة. مش حظ ولا بخت، خلي بالكم بالراحة. وهم ومهالك العمري مش وصعيب مهلوك على هالك. مش حظ ولا بخت، دم وهم ومهالك العمري مش وصعيب مهلوك على هالك. حضنك طابور الأهاليب سالك بهم في طريق عمر ومكان سالك عمر ومكان سالك عمر ومكان سالك.